حياكم الله مشاهدينا في ساعتنا الحوارية لهذا اليوم وأولى فقراتنا الحوارية وعن الغش. الله يبعد عنا وعنكم الغش، وتحديدا الغش التجاري اللي هو من وسائل اللي تسبب في إلحاق الضرر بالمشتري أو تحد من الفائدة اللي تعود على عليه أو الاحتيال المتعمد لتسويق السلع عن طريق المخادعة. فعلا نواف، في ذلك شريعتنا الإسلامية نواف حرمت جميع أساليب الاحتيال والغش، فقد صنف أيضا الغش التجاري على أنها جريمة منظمة تحاربها معظم التشريعات في العالم. واليوم وفقا لقانون دولة الكويت في الغش التجاري راح يكون معنا في هذه المساحة الحوارية الأستاذة حوراء الحبيب كي نتحدث ونخوض في هذا الموضوع. صباح الخير أستاذة حوراء وحياك الله. يا صباح الخير وصبح بالخير عليكم وعلى السادة المشاهدين، وطبعا عودا حميدا لبرنامج صباح الخير يا كويت من أنجح البرامج، خاصة البرامج اللي تقف في مجال القانون، وحريصين دائما يعني فريق العمل على يعني أن يتم تثقيف المشاهدين بأحدث القوانين التي يتم تشريعها. شكرا. كلامتك بخير أستاذة حوراء وحياك الله معنا في لقاء لهذا اليوم وتحديد الفقرة القانونية والحوار القانوني وعن التساؤل وحديثنا عن الغش، كيف يفسر القانون في الكويت تحديدا الغش التجاري؟ نعم طبعا موضوع الغش التجاري مثل ما يعني ذكرته يعتبر من المواضيع المهمة والتي يجب أن يتثقف بها جميع الأشخاص سواء من مقيمين أو مواطنين على هذه الأرض الطيبة. موضوع الغش التجاري تم التطرق له من خلال عدة قوانين في دولة الكويت، لكن المهم أن احنا نثقف المشاهد بأن يعني حرصت جميع الدول يعني على مستوى محلي وعلى مستوى دولي بمحاربة هذه الجريمة. لذلك احنا في السابق كنا نمشي على قانون رقم رقم 62 على سنة 2007، وهذا كان هو القانون المعمول فيه في مجال قمع الغش التجاري بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك. لكن بعد ذلك اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على محاربة جريمة الغش التجاري بشكل دقيق ومفصل أكثر. فاتفق دول مجلس التعاون الخليجي على إصدار نظام موحد لمحاربة جريمة الغش التجاري، فتم إصدار القانون رقم 20 لسنة 2019، وهذا القانون بعد ما تم إصداره عملت فيه دولة الكويت تحديدا بعد صدور قرار من الوزير المختص واللائحة التنفيذية في سنة 2021. فالآن العمل وما يجري العمل عليه في محاربة جريمة الغش التجاري نرجع إلى القانون رقم 20 لسنة 2019 وكذلك القانون رقم 39 على سنة 2014 في شأن حماية المستهلك. يعني اليوم القوانين هذه اتفقت بأن الغش التجاري عبارة عن الاحتيال ببيع بضائع معينة، سواء كانت هذه البضائع غذائية استهلاكية أو كانت يعني بضائع معروضة، كذلك حاربت الإعلانات لهذه البضائع. نعم. وإيقاع المستهلك في غش، يعني وهذا الغش يكون غش يعني وجريمة مثل ما ذكرت أختي افتخار بأنها جريمة منظمة حتى يقع المستهلك بهذا الغش، وهناك ثونية طبعا في ارتكاب هذه الجريمة. نعم أستاذة حوراء، اليوم تفننوا في الغش، ولو بنتكلم عن الغش ونشمله أكيد هو أنواع، أكثر أنواع الغش انتشار نقول في مجتمعنا الكويتي؟ طبعا يعني خلينا شوي نبسط مواد القانون ونتطرق لهذه النقطة. القانون نفسه اللي ذكرته واللي اتفقت عليه دول مجلس التعاون الخليجي ذكر أنواع للغش. الغش يعني قد يكون من خلال استيراد بضائع معينة مغشوشة من خارج دولة الكويت إلى داخل دولة الكويت، أو قد يكون خداع في نوع البضائع، أو قد يكون خداع في الملصقات على هذه البضائع. يعني أنت تشتري بضاعة يكون هناك ملصق معين أنت تنغش بهذا الملصق والبيانات والمعلومات في هذا الملصق، لكن بعدها تكتشف بأن البضاعة داخل هذا الملصق هي بضاعة مغايرة لما ذكر. كذلك هناك غش في العدد، قد يكون في عدد البضائع والجودة والنوع.
إذن هي هو أكثر نوع من أنواع الغش ذكر القانون وتطرق له. لكن خلوني أنا أتكلم شوية عشان ألمس الواقع العملي أو الواقع اللي إحنا قاعد نشوفه من خلال التعاملات. أكثر أنواع الغش اليوم هي يعني الغش الذي يكون عن طريق الشراء الإلكتروني، لأن يعني تكون الجريمة بسيطة وسهلة. يعرضون شيء في الموقع وأنت ما تعلم بجودة هذا الشيء لأنك ما عاينته بشكل مباشر، ما شفته، وعندما يعني تبتاع هذا الشيء أو السلعة وتصلك تكتشف بأن هي السلعة 100% مغايرة لما أنت طلبته أو شريته. لذلك عندنا الغش بشكل عام من خلال الواقع، قد يكون من خلال الشراء التقليدي المباشر المحلات التجارية، أو قد يكون عن طريق الشراء الإلكتروني. طيب يعني في موضوع البيع عن طريق وسائل التواصل وفي تطبيق نشر التطبيقات اللي يكون في هذا الشيء، يكون هذا الحساب وهمي أو يكون حساب تجاري لكنه موثق ولا عنده فواتير ولا عنده شيء، وبناء عليه القانون أعتقد ما يحمي المستهلك إذا ما كان في حلقة وصل اللي هي الفاتورة أو مستند أني أنا اشتريت منك هذه السلعة. في هذه الحالة تحديدا هل ممكن للمستهلك أن يلجأ القضاء، وهل للقضاء أن ينصف وفق القانون اللي قلتي؟ إذا كنا نتكلم عن الشراء الإلكتروني عن طريق مواقع الإلكترونية، عندي مشكلة يعني كبيرة جدا، وهذا إحنا قاعد نشوفها في الواقع العملي، إن البعض يعني يشتري من بعض المواقع ما تكون مواقع إلكترونية داخل دولة الكويت، تكون مواقع خارج دولة الكويت وتكون مواقع وهمية، خاصة بعض المواقع اللي تطلع لنا سبونسرز عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. صح. مثل الانستغرام أو السناب شات، يطلبون بضاعة ويكون هذا الموقع خارج دولة الكويت أصلا. يعني حتى أنا لو تقدمت ببلاغ وتم التحري عن هذا الموقع الإلكتروني وتم الاكتشاف بأنه خارج دولة الكويت، يصير صعب أن دولة الكويت تقاضي هذا الموقع، لأنه خلاص يعني يكون هو موقع وهمي وخارج دولة الكويت. لذلك إحنا من هذا المنطلق دائما إحنا نقول أنه لابد من الحرص على يعني كل موقع أنت تتعامل معه، تتأكد من أنه إذا كان هذا الموقع إذا كان محلي أو إذا كان دولي، وإذا كان دولي لابد أنه يكون من المواقع الموثوقة والمواقع المعتمدة، ما تكون مواقع وهمية. أنت شفت إعلان طلع لك سبونسر، يعني مو بالضرورة على طول تشتري من هذا الموقع وأنت ما تعلم بأن هذا الموقع. أنا عندي الحين قضايا، إحنا تونا مخلصين من العيد، تو اليوم أول أسبوع دوام بعد العيد. يعني عندي موكلين يون المكتب شارين مثلا ملابس ومقتنيات حق العيد، وتقول طلبتها من الموقع وأنا يعني عيد حتى بدون أنا أستمتع بما اشتريت وبما أنفقت، لأن الموقع اللي طلبت منه من خارج دولة الكويت ما وصل للبضاعة وتبين بعد ذلك بأنه موقع وهمي. أما بخصوص يعني التعرض لهذا النوع من أنواع الاحتيال، إذا كان موقع محلي لابد من التقدم مباشرة إلى الجهات المختصة وهي النيابة العامة للتقدم ببلاغ، لأن هني في هذه الحالة عندي أنا يعني قانونين يحموني، وهو قانون الجرائم الإلكترونية. أيوة. والنيابة هذه راح تحقق بهذا الأمر، والمباحث الإلكترونية يعني تساعد وهي جهة معاونة للنيابة العامة في الكشف عن هوية. طيب المتحدث. أنا ودي أبسطها أكثر شوي. افتخار يعني أستاذة حوراء، أنا الحين بسوي لي موقع إلكتروني في واحدة من التطبيقات، خلينا نقول إنستغرام الأشهر فيهم، وأسوي لي موقع وبيع أغراض فيه، في حال بعت واحدة من السلع هذه في هذا الموقع ووصلت هذه السلعة حق المستهلك بس ما بيرفع أي فاتورة ورفض يستلمها أو رفض كذا ويبي يرجع فلوسه، أنا ما رديت عليه ومشيت، هل من يطول القانون؟ هل أنا علي جريمة وهل هو له حق، وهل ممكن القانون يخدم هذا الطرفين مثلا؟ طبعا ممكن أنه يخدم الطرفين إذا أنت موقع يعني إذا تم التوصل لهوية صاحب الموقع، لأن اليوم أي شيء أنت تشتري حتى لو كان ما في فاتورة ولكن قد يكون في تحويل بنكي مثلا. أيه. لأن أنت في النهاية دفعت المبلغ. بالضبط. فلابد أنه يكون في رابط أو تحويل بنكي، هذا بحد ذاته تكتمل عملية الشراء ويثبت بأنك أنت استلمت هذا المبلغ مقابل هذه السلعة. لذلك في حال عدم يعني رد المبلغ تحاسبك النيابة العامة، وقبل النيابة العامة عندنا أيضا جهة يعني أنا دائما أنصح الأشخاص المتضررين باللجوء إليها ابتداء، وهي جهة حماية المستهلك، لأن عندي القانون. نعم نعم. لا، ولأن هذا يعني حماية المستهلك قد تكون نوعا ما في البداية
أسرع في الإنجاز بدل أن أنت تروح تشتكي في النيابة العامة. إحنا متى ننصح النيابة العامة؟ إذا كان هذا الموقع تم بيان بأن هذا الموقع وهمي أو أن صاحب هذا المتجر الإلكتروني هو شخص مثلا محتال، لذلك أنت تروح النيابة العامة في هذا الوضع، لأن حماية المستهلك راح يقولون لك إحنا ما نقدر نسوي لك شيء. لكن يعني بالفترة الأخيرة للأمانة انتشرت الكثير من البلاغات وتعددت هذه البلاغات أمام حماية المستهلك، لأن صارت الأكاونتات اللي تبيع القطع الاستهلاكية كبيرة ومتنوعة، والكل فتح له يعني من وهو قاعد في مكانه فتح له هذا البزنس وبدأ يبيع، خاصة يعني مع الظروف اللي احنا واجهناها قبل العيد من ضغوطات الطلبات وغيرها من الأمور، شفنا بأن هناك الكثير من المواقع لم تلتزم بالتزامها الكامل بتوريد القطع الاستهلاكية اللي تم شرائها إلى المشترين. لذلك كان في العديد من البلاغات التي تم تقديمها بالفترة الأخيرة. نعم. سادة حوراء، في مشكلة ثانية، شيء بشيء يذكر مثل ما يقولون. الحين قبل أي مناسبة سواء كان مدارس أو عيد أو رمضان نشوف الأسعار فجأة ترتفع. يعني كانت في سعر ومن ثم كانت في سعر آخر، هني هذا يدش في الغش التجاري أيضا. إني هم ألجأ إلى حماية المستهلك، وبالفعل هذا واقع، ويمكن إحنا كمعشر النساء ونروح السوق فنقارن الأسعار نشوف قبل رمضان قبل العيد قبل المدارس الأسعار كانت شيء، وفي الفترة اللي نعيشها في المناسبات الدينية أو أي مناسبة نشوف الأسعار ارتفعت، وأسعار يعني ارتفعت يعني هني من يحمي المواطن؟ من يحمي اللي قاعد يشتري هذه الأشياء؟ وين نروح؟ أي باب نطرق؟ طبعا يعني هذا الأمر شفنا حملات، الكثير من الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة التجارة مشكورة يعني موظفينها اللي عندهم صفة الضبطية القضائية، وشفنا بأن هناك يعني من خلال هذه الحملات شفنا نعم في هناك يعني المبالغة في غلاء، يعني أحيانا السلعة هذه سلعة مو مغشوشة، سلعة ممتازة وطبيعية، لكن السعر أصبح مبالغ فيه وصار في استغلال للمستهلك. قانون حماية المستهلك كذلك حارب هذه الظاهرة، بل أعطى الصفة يعني صفة الضبطية القضائية أن من حق المفتشين التابعين لوزارة التجارة يعني الدخول إلى هذه المحلات التجارية وتفتيشها وتفتيش والبحث عن يعني المخالفين وسحب وتصدير هذه السحب عفوا ويعني مصادرة هذه البضائع. أنا دائما أنصح أقول كل مواطن واجب عليه وهو واجب وطني أن يتم يعني يبلغ، يعني اليوم أنت رحت شفت في هذا المحل بأن هناك مبالغة في سعر مثلا بضاعة معينة وهذا السعر مبالغ جدا فيه، لابد أنك أنت تتقدم ببلاغ. وأصبح اليوم تقديم البلاغ يعني أمر جدا سهل، في عندنا خط ساخن، في عندنا الموقع الإلكتروني، في عندنا الإنستغرام، في عندنا اليوم مكتب حماية المستهلك موجود تقريبا في يعني أكثر من منطقة في كل محافظة. يعني الواحد ما رح يتعنى، صار الموضوع سهل أنك أنت تبلغ، لكن إذا كل شخص سكت فإحنا رح نسكت عن استغلال التجار للمستهلكين، وبالتالي رح تنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير. لذلك يعني إحنا تفضل. عفوا المقاطعة، بس أنا عشان قبل لا أختم ودي يعني أستفسر عن مصطلح أو كلمة احتيال. من يفسر أن هذا احتيال وهذا محتيال؟ هل القانون شرح هذه الكلمة بحيث أنه والله لما يترافع القاضي عفوا المحامي فيها والله ممكن يأخذ حق فعلا الموكلة؟ موضوع الاحتيال وهذه الكلمة هل هي مطاطة مثلا؟ نعم طبعا. بالنسبة إلى موضوع إذا إحنا قاعد نتكلم عن الاحتيال في مجال الغش التجاري أو الاحتيال في مجال المبالغة في رفع الأسعار، إذا بالنسبة إلى الغش التجاري القانون حدد أفعال معينة تدخل في مجال الغش التجاري، وهذه الأفعال إذا تم التثبت منها بدلائل يعني عن طريق مثلا معايير فنية من قبل الموظفين في وزارة التجارة وتقديم أدلة الاتهام للمحكمة، في هذه الحالة القضاء راح يعتد بهذه الأدلة كإدانة. إذا كنا نتكلم عن غلاء الأسعار والاحتيال في غلاء الأسعار أو المبالغة في غلاء الأسعار، في بعض القرارات التي صدرت من وزارة التجارة بتحديد سقف معين لبعض السلع الاستهلاكية، ويعني من خلال معدل الأسعار الطبيعية عندما يعني نشوف ونلاحظ بأن هناك ارتفاع مبالغ فيه فيتم كتابة هذا في تقارير من قبل الموظفين المختصين ومقارنة هذه الأسعار حتى يعني يتم تقديمها بالتالي إلى المحكمة كأدلة اتهام.
نعم أستاذ حوراء، في ختام مساحتنا الحوارية الجميلة التوعوية مثل ما تكلمت في بداية اللقاء، كلمة أخيرة حابة توجهينها للجمهور. النصيحة أتقدم فيها من خلال هذه الفقرة أن يا جماعة احتاطوا من التعامل مع المواقع الإلكترونية. اليوم الجريمة الإلكترونية هي جريمة منظمة جدا، والاحتيال تعدد وتنوع صوره وأشكاله، لا تكون ضحية سهلة. فإذا تعرضت إلى أي احتيال إلكتروني تقدم ببلاغك لدى الجهات المختصة، ولا تتهاون حتى لو كان المبلغ بسيط، لأن اليوم إذا أنت سكت وغيرك سكت ممكن الثالث، يعني غيرك الثالث يطيح في مشكلة واحتيال، نعم واحتيال مبالغ أكبر من هذه المبالغ. تقدم بالبلاغ، القانون الحمد لله احنا ديرة قانون، القانون موجود، وهناك يعني رجال ويعني نساء ورجال يعملون ليل ونهار حتى تأخذ حقك. لذلك لا تتأخر في تقديم بلاغك أو تتهاون في تقديم بلاغك لدى الجهات المختصة. نعم أستاذة حوراء، بالفعل نحن في دولة قانون، فلا تتهاونون وحق المواطن محفوظ من قبل هذه الدولة. كل الشكر للمحامية الأستاذة حوراء الحبيب. وشنو عندنا يا نواف؟ عندنا فقرة من الفقرات المعدة مسبقا والتي أيضا فيها الكثير من الفوائد، وهي مختصة مع الدكتورة أحلام خطاب، الأخصائية أو الاختصاصية في اختصاصية تربوية أسرية واجتماعية، راح تقولنا وتعطينا بعض النصائح التربوية المفيدة للأسرة. خلونا نشوف هذه الفقرة ونرجع لفقرتنا الحوارية.